بقول لك ايه؟ ايه؟ ركزي. قولي مريلة. ميايا. مريلة. ميايا. طب وبعدين؟ طب هنعمل ايه في اولادنا طيب؟ هنربيهم ازاي باللدغه دي؟ ايه؟ ابننا لما يرجع من المدرسه ايه؟ انا اللي ثاني يا باص. انت بقيت تكيهني يا مياد، بتكيهني وبتضيق عيالي. لا لا مش كرهه، لا انا احبه احبه احبه. انت بتضيق عيالي. لو انت من احبه حبيبي بقى كفايه. بصي بصي خلاص، انا هعمل لك عيد ميلادك هنا اهو في البيت، انا عزمت اعضاء النادي كلهم يجوا هنا. بجد هيجوا؟ اه. طب احنا مش عندنا حاجه نقديها لهم. لا انا جبت سعيد السواق قلت له يجيب كل التورت والساليزون والحاجات كلها بتاعت العيد ميلاد يحطها لنا هنا عشان اصحابنا. حبيبي يبي يخيك يا. مين بيحب مياد؟ انا. مين بيحب زينب؟ مياد. مين بيخون زينب؟ مياد. انا احب زينب. انا كوتي بوتي يا خيوشي يا خيوشي يا خيوشي. كاكو داهيه في تقلي دمكم. يلا يلا حبيبتي بقى امسحي وشك عشان نطلع نستقبل الضيوف. يا انا هروح اظبط شاي وانت استقبلهم. طب ياي ماشي باي. اطلع يا عم باشا. يا مراد باشا. يا مراد باشا. ارجع. انت فين يا مراد باشا؟ يا دي اليوم الاسود اللي من اوله. هات يا سعيد الباتونشه ليه؟ سعيد يروح يجيب الباتونشه ليه؟ عايزين شاليزو يا سعيد؟ سعيد يروح يجيب الشاليزو. يا دي اليوم الاسود على عيد ميلاد المهبب بتاع الانسه زينب دي. اشفخت عليك يا سعيد. انت بتشتمني يا سعيد؟ ما اقدرش. بتتريق عليا انا ومرات يا سعيد؟ والله يا باشا ما اقدر اتريق على الانسه مرات حضرتك. نعم يا اخويا؟ والله ما اقدر اتريق على الانسه مراتك يا باشا. الانسه مراتك؟ انا اسف. اسمها الانسه مرات سعادتك. انا اسف يا باشا. يا حلوف. أنا آسف يا باشا، أنا آسف. جبت الحاجة؟ جبت يا باشا الحاجة، جبت المكسرات وجبت الشاليزو وجبت حمصية وجبت سمسمية. يا ابني هو مولد النبي. يا ابني أنا بعتك تجيب حاجة العيد ميلاد. أيوة يا باشا صح العيد ميلاد، جبت البوشومات وجبت الشاليزو وجبت الباتونشا ليه؟ جبت التورتة؟ لا دي ما عرفتش أنطقها. على رأيك أه ما عرفتش أنطقها. أنا آسف يا باشا، بقول لك يا باشا والنبي كنت عايزك في موضوع. نعم. استفسار صغير كده. ما تقول يا ابني بتقول إيه؟ استفسار صغير. إيه؟ استفسار صغير. في شهر حجم صغير؟ لا استفسار صغير يا باشا. استفسار؟ ايوه استفسار صغير. قول كتك ده في لسانك. انت بتديني كام في الشهر؟ 4000. حلو قوي يا باشا، انا بستخدم 3000 بس في الشهر. حلو، في 1000 احوشهم؟ لا انا عايز اعمل بيهم حاجه. هتعمل بيهم ايه؟ عايز اجيب سواق. سواق؟ اه يا باشا سواق يوديني ويجيبنا الشغل سوا ونروح ونيجي. وانت هتعمل ايه؟ لا باشا انا هقعد معاك بقى في الكربه الورانيه ورا ونقعد نقرا الجرانين سوا. ايه تقرا اليوم السابع؟ لا هقرا المصري اليوم. اثبت يالا. انت بتعرف تقرا؟ يا باشا لا انا ما بعرفش اقرا، انت اقرا بصوت عالي. وانت تسمع؟ لا انا هتفرج على السوا. انت متخلف وهتجيب لي شلل. ولا روح يلا امشي من هنا قدامي. يا باشا طب والنبي طلب تاني صغير والنبي يا باشا. امشي امشي يلا. والله طلب صغير قد كده. اخلص. عايز اغني. ما بقاش الا انت اللي تغني يلدغ يا حيوان. يا باشا والله العظيم ده انا بفكر اقدم في الجابويس. تقدم في الجابويش؟ ايوه. طب اقول لك ايه؟ غني. قوم نادي على السعيدي واللي عايز يجي والبنات الاسكندراني اللمه دي لمه رجال وانا هاجي مع الشوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبه الجمال. ما توصلش الشوايش الدنيا حته كده واللي سعيداوية. امشي يا كلب يا تافه اطلع بره. ليه بس كده يا باشا؟ امشي يلا. فين الخدامين يلا؟ موجودين يا باشا من 7 الصبح. طب يلا عشان في ضيوف قد كده عايزين يخدموا على الناس. حاضر يا شباب يا شباب. انت يا عماد خير يا باشا؟ صباح الفل. كلم يا عم الباشا يا عم اللي هيخنقنا ده. بس انا جايب لك السواق، كنت هجيب سواق ب 1000 جنيه في الشهر والله العظيم. 1000 جنيه في الشهر؟ والله السواق ب 1000 جنيه في الشهر. ده انا بديك 4. مش مهم انت راجل مغفل، دي مش كشتك. اطلع بره يا كلب. سلام يا باشا. بقى امسك خد دي كمان معاك يلا. اهي هناك اهي. صباح الخير يا باشا. نعم. صباح الخير. فين مراتك؟ مراتي جايه يا باشا. يلا عشان عندي ضيوف قد كده لازم تخدموا عليهم. ما تقلقش يا باشا، ده هيبقى احلى عيد ميلاد في البشريه ان شاء الله. يلا جاهزه يا زوزه؟ يا حبيبي قيادة تخيس اهو. يلا كوكو ديوكو حبيبي. ايه العلاقه الحرام دي؟ ده عمال يا مياد يا مياد. اه انت كل بقوله يا دي كمان يا حبيبي. هو ده بعد كده بقى يخلف عيل يقعد يهشتكوا، انت كمان كمان نص، انت كمان كمان، ويقعد يقول لك انت كمان لامه، انت كمان لامه، ويجي يقول لك الواد بيتكلم متاخر ليه؟
في كائنات غبية بتكلمه. ارمي باب وتعالى خدم في هناك في النادي وخدم هنا، روح النادي وروح هنا. بقت حاجة باب، روح النادي مفيش فايدة، نيجي هنا برضه مفيش فايدة، حاجة زي الزفت. بروح أقدم في أي شغلانة في أي نصيبة، بروح النادي الدنيا تروى وبرد، نيجي هنا برضه برد، ومش عارف البرد بيجي منين. أما نادي الزفتة تيجي تساعدني، اتأخرت ليه؟ يا اعتماد! أنت يا اعتماد! يا اعتماد! كنت فين يا اعتماد؟ في ايه؟ انت لابس الشورتي بتاعي يا حاج. معلش انا اسف، البنطلون اتسلت مني، بس معلش اخر مره كنت اتاخرت ليه؟ كنت بتهاكس في الشارع يا حاج. طب وهي دي حاجه اتاخر يا اعتماد؟ ما اللي بيهاكسني كان ماشي على مهله يا حاج. هو برضو اللي كان ماشي على مهله، ولا انت اللي كنت بتتحرشي بالرجاله يا سفله؟ انت ايه؟ مش انت. انت ايه؟ مش انت. انت ايه؟ مش انت. ايه ده؟ المفروض انا اللي اضرب. انت ايه؟ انت ايه؟ بتمد ايدك علي يا ابو ليل، بتمد ايدك علي، وانا اللي كنت عامل لك مفاجاه ومش عايز احرق لها لك. أرجوك احرق منديهالي. ايه القرف ده؟ يما يما ايه القرف ده؟ دي قصة أورتيجا الجديدة. قصدك مي كساب يا حجة. ما فرقتش كتير يا حاج. تيجي هيجي هيجي هيجي. ودي حلقاها فين يا حجة؟ عند أرفس يا حاج. أبقى أروح يساوي لي السوالف. حلوة يا حجة. أنا زعلانة منك ومقموسة علشان أنت بتتهجم علي وبتشك في شرفي. انت قلبك قاسي قوي قوي، انت قاسي قوي قوي، انت مش بتحس. ايه يا جيه؟ انا مقموسه مقموسه مقموسه. خلاص ما تتقمسيش ما تتقمسيش ما تتقمسيش، ارجوكي عايزك تغني لي الاغنيه اللي انا احبها. حاضر، ما عينيا يا اعتماد. انا والليل يقول ليلي وانت تغيب، انا والشوق يسال فين اغلى حبيب، انا قلبي ينادي لك وروحي تروحي لك، يوقف بيا الزمن واستنى اشوف عينيك يجي. حب رنجا 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 رنجانات، حب رنجا رنجا ارجع لي اشوفك والقلب مرتاح، ريحني يا حبيبي من خلاص يا حجه يا حجه. برده مقموسه. خلاص ما تتقم. تعالي، انا عارف الهبل ده، هننزل صوره على الانستغرام. يلا انستا هابي، انستا ماي لافلي جير، انستجرام، انست هبال، انست خدام، انستا وتشافي. هاجي هاجي هاجي. برضو لسه مقموسه. خلاص يلعن ابو شكلك، زهقتني في حياتي. خلاص انت عارفه يا اعتماد ان انت كنت اكبر جزء من احلامي. كنت اكبر جزء من احلامك؟ ايوه. ازاي؟ انت عارفة يا اعتماد ان انا مستعد اعمل اي حاجة علشان ارضيك. اي حاجة؟ اي حاجة؟ اي حاجة اي حاجة. يعني لو قلتلك
تفط من فوق السفرة دي هتفوت؟ والله لو ده يثبت لك اني انك ايه؟ بحبك. انت مجنون مجنون مجنون. بس بقى علشان بقى عندي تعويره في رجلي. تعويره؟ ايوه تعويره. بس انت اثبت لي ان انت لسه بتحبني. اكيد لسه بحبك يا اعتماد. ايه ده انشكاح؟ ايه ده؟ ارد الواتساب يا ده. بص